السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لميا. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة رز الصيادية أو الرز الأحمر. الرز ده بيتقدم مع السمك، بيبقى طعمه حلو جدا. هعمله معاكم النهاردة وهنضيف له مكون جديد هيدي إضافة حلوة لطعمه، وهوريك ازاي تخلي لونه أحمر زي ما انتوا شايفين، وطعمه إن شاء الله يعجبكم. يلا بينا نبتدي نشوف مكوناتنا ايه. احنا محتاجين بصلة كبيرة مبشورة زي ما انتوا شايفين، سواء بتبشري البصل في المبشرة او في الكبة، يعني صيان الاتنين واحد. وهنحتاج كمان نص كوباية صغيرة عصير طماطم وملح وكركم وفلفل اسمر، وطبعا الرز الكمية اللي بتحتاجيها بنغسله وبنصفيه كويس. والاضافة بتاعتنا النهاردة هو الكركم، هنضيفه للرز بس صدقوني بيخلي طعمه حلو جدا. اول حاجة طبعا هنسخن الزيت وهننزل فيه البصلة. احنا محتاجين البصلة تتحمر كويس جدا، يعني هنغمقها جامد، بس اهم حاجة نخلي بالنا ان هي ما تتحرقش. فاحنا هنفضل نقلب كده فيها شوية لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه، هوريهولك، لان البصلة دي هي اللي بتدي اللون الاحمر للرز، طبعا بجانب الطماطم او الصلصة. بصوا يا جماعة البصلة بقى لونها احمر ازاي. اهم حاجة تقلبيها وما تسيبيهاش عشان ما تتحرقش منك وتخلي طعم الرز يبقى فيه مرارة مش حلوة، ف تخلي بالك وانتي بتحمري البصل. احنا كده حمرناها، شايفين لونها بقى حلو ازاي. هنزل بقى بعصير الطماطم، لو ما عندكيش عصير طماطم ممكن تستغني عنها بمعلقة صلصة خام، بتدي نفس النتيجة برضو. بعد كده هنحط الملح بتاعنا، الملح طبعا على حسب كمية الرز اللي انتي مستخدماها. وهنحط كمان نص معلقة صغيرة كركم. الكركم مش بيغير لون الرز يا جماعة خالص، يعني ما تقوليش ان لونه مثلا مش هيبقى احمر، لا بالعكس مش هتحسي بيه، بس هتستفيدي بفوائد الكركم اللي معروفة، يعني صدقيني هيعجبك. هنقلب بس كده البصلة مع الطماطم والبهارات بتاعتها، وهنسيبها على النار ثواني. هنضيف بقى المية بتاعت الرز، طبعا المية على حسب برضو كمية الرز اللي انت مستخدماها. هنسيب المية تغلي شوية وبعد كده هننزل بالرز بتاعنا. انا كده المية بتاعتي ابتدت تغلي، لازم نتأكد ان هي غليت كويس. نحط بقى الرز بتاعنا، طبعا الرز مغسول ومتصفي زي ما انتوا شايفين، وندي بس تقليبه للرز. هوريكم قبل ما اوطي عليه هيبقى شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه الرز احمر ازاي. انا كده وطيت عليه النار عشان خاطر يستوي، عايزه اقول لكم ريحته تحفه. احنا كده خلصنا الرز طبعا وجهزناه في الطبق، شايفين لونه احمر وحلو ازاي، وان شاء الله طعمه هيعجبكم. لو عجبتكم الوصفة هستنى تعليقاتكم، وما تنسوش تعملوا لي، ولو حابين تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد من قناة زوما فود فعلوا الجرس، وان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. وبالهنا.